خلاف بين مخرج ومؤلفين مسلسل شقة 6، وبوستر تايم ماجازين لميجان وهاري عامل قلق وتحليلات، وشوية تصريحات كده سمعناها من المشاهير هنعلق عليها أنا وتوتا. أنا اللي هقدم الحلقة دي، لا البرنامج ده مجالة. مش حتى وتوتا هعملوا لي انترفيو بمناسبة فيلم عروستي وبمناسبة الستارة اللي أنا لابسها لكم النهاردة ومش شايف حاجة، فربنا يستر إن شاء الله. ودي حلقة جديدة من Let's Talk. 5 4 3 2 بنسجل 1. الفترة اللي فاتت كان بيتعرض مسلسل شقة 6 من بطولة روبي، والمسلسل كان ترند وناس كتير قوي كانت بتتفرج عليه، وكان معظم الفيدباك عن المسلسل انه عاجب ناس كتير، لكن اول ما تعرضت الحلقة الاخيرة يبدو انه ما عجبش بعض الناس التانيين. ودي سكرين شوتس لردود الافعال الناس بعد ما تعرضت الحلقة الاخيرة، اللي ما عجبهمش النهاية واللي ما فهموش النهاية واللي اتريقوا على النهاية. منين يودع لفين ومين يجيب مين؟ ومش بس الجمهور اللي ما عجبتهوش النهاية، لا ده احنا فوجئنا ان المؤلفين نفسهم ما عجبتهمش النهاية. شكلنا نطلع الاسم. والمشكلة دي ظهرت لما محمود وحيد احد مؤلفين المسلسل كتب على السوشيال ميديا بوست وقال فيه ان دي مش نهاية المسلسل، وان تم العبث في الورق بتاعهم، وان المخرج دمر النهاية ودمر المسلسل. مش بس كده، رفيق القاضي احد مؤلفي المسلسل كتب برضو على الفيسبوك بيعلن ان هو وجميع المؤلفين بتوع المسلسل هيقدموا بلاغ ضد المخرج للنائب العام. والله كبرتوا الموضوع يا شباب. والمخرج محمود كامل قال ان هدفه من تغيير نهاية المسلسل انه كان عايز يعني الناس تفكر وتشغل دماغها شوية، وان ده تمهيد للجزء الثاني. وهاجم المؤلفين دول وقال انهم كتبوا المسلسل وحش، وان هو استعان بناس تانية خالص، يعني كل اللي شفتوه وحبتوه ده المؤلفين دول ما لهمش اي علاقه بيه. ورغم ان المخرج قال انه بيمهد لجزء تاني، الا ان محمود وحيد احد مؤلفين المسلسل قال انه مش هيكتب الجزء التاني. وبكده عرضنا لكم المشكله، بس انتوا قولوا لنا انتوا تيم مين، مع المخرج ولا المؤلفين، وهل عجبتكم النهايه ولا ما فهمتوهاش اصلا؟ ايه رايك يا مروان، فهمت حاجه؟ خليك في حالك يا حاج. سؤال يطرح نفسه. الاسبوع ده شفنا بوستر لتايم ماجازين للامير هاري ومراته ميجان، واول ما نزل البوستر ده عمل قلق شويه كده على السوشيال ميديا. وزي ما انتم شايفين في البوستر اللي تحت، ميجان واقفه واخده الصوره كلها، وهاري عين امه واقف وراها كانه سند عليها او مستخبي. والبوستر ناس كتير حللته على السوشيال ميديا زي ما انتم شايفين كده في الكومنتس، اللي قال انه مستخبي وراها، واللي قال انه بيستمد قوه شخصيته من قوه شخصيتها وانها طاغيه عليه، وحاجات كتير كده. وقعدوا بقى يربطوا الصوره ديت بانه هي اللي خلته يتخلى عن مهامه الملكيه، وفي ناس تانية ربطت الصوره بانه ليه ما يكونش بيدعمها. وبالمناسبه ايه العيب في ان الراجل يدعم مراته ويقف وراها ويسندها؟ مش بيقولوا ظل راجل ولا ظل حيطه، ما تسند عليه. والله الست دي بتتكلم كلام زي الفل. المهم قولوا لنا انتوا في الكومنتس شايفين الصوره دي او حللتوها ازاي، بيدعمها ولا مستخبي وراها، ولا اصلا يعني ما حللتوهاش ولا تعمقتوا فيها. ده كلام كبير قوي، انا ما بحبش ادخل في مواضيع اكبر من دماغي، انا يعني انسان تافه. في حفلة الميت جالا اللي حصلت الأسبوع اللي فات، بعيداً عن الفساتين والأزياء الغريبة المريبة، في حدث كده حصل بس ناس كتير ما خدتش بالها منه. لما جاستن بيبر مشى على ريد كاربت هو ومراته، الناس بدأت تنادي عليهم بصوت عالي جداً بس باسم سيلينا جوميز اللي هي إكس جاستن بيبر. وزي ما انتوا عارفين ان سيلينا وجاستن كانوا من اشهر الكابلز اللي الناس بتحبهم وبتموت فيهم، وزعلوا قوي لما انفصلوا، بس بصراحة ده مش مبرر ابدا انهم ينكدوا على الست الليلة ويحزنوها كده وتعيط لا 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 لا، انا مرضاش. بص يا إلهام، ما هذه الاخلاق؟ المهم ان بعد ما نادوا على جاستن بيبر ومراته باسم سيلينا جوميز، شفنا في الفيديوز ان مراته كانت بتعيط ولبست نظارة سودة عشان تداري دموعها. الأسبوع ده قرينا شوية تصريحات لمشاهير، فقررنا أنا وشحاتة ناخدكم في جولة صغنطوطة مع شحاتة وتوتة.
اول تصريح هنبدا بيه فيفي عبده في برنامج السيره قالت تصريح ان الست هي سبب فشل الجواز. ممكن نروح نشوف الفيديو. مفتاح الراجل هو كل راجل ليه طريقه في المفتاح. في راجل بيحب قوي ان الست تحطه تاج فوق راسها. كل ست تفشل في جوازتها بيكون فشل من الست مش من الراجل. ايه رايك في الكلام ده؟ ما لقتش المفتاح بس الست فشل الزواج. الزواج نفسه مشروع فاشل اصلا. الله طبعا. التصريح اللي بعده طبعا اصاله اتجوزت تاني من قريب وقبلها كانت متجوزه حد في البرلمان وقبلها كانت متجوزه طلع العليان. يا بختها من النبي يا اخويا. ففي تصريح لبنتها بتقول ماما بتحب تتجوز. التصريح ده عامل جدل كبير. طب ما كويس بتحب تتجوز بتعمل حاجة ما بتحبهاش. لا مش غلط حلال. خالص غلط طبعا. حلال ونص. حلال ونص طبعا خصوصا انهم كلهم تقال صراحه. يا بختها يعني. يا بختها جدا. التصريح اللي بعده سماء الخشاب بتقول الست مش الخدامة اللي ماما جابتها لك. ده كده كده ما نقدرش نقول حاجة. ما هي فعلا كده. ما ينفعش. لا ما ينفعش طبعا. لو بقيت الخدامة انت ضد الموضوع ده. انا 100% ايه ده خدامة ايه. اخر تصريح معانا شيرين رضا. تعال نروح نشوف الفيديو وبعد كده نعلق عليه. حبيبتي حبيبتي بتحبيها؟ بموت فيها. ماشي. مرات اقول ان خيانة الصداقة اقوى من خيانة رجل وامرأة. انا حصل معايا كده بس خانتني مع جوزي. She was my best friend. معقولة؟ لحد النهاردة ما بكلمهاش. مرة واحدة استوبت خلاص بطلت اتكلم. توجعت جدا. طبعا التصريح ده عمل جدل كبير. الفكرة بقى انها ما حددتش اني جوز ليها. فالناس افتكرت انها تتكلم عن عمرو دياب. هي اتجوزت غيره؟ انا بصراحة ما قريتش حاجة تانية انها اتجوزت حد غيره. فتفتكري عمرو دياب تقصده؟ يعني ما تفرقش معايا مين. المهم الغدر بتاع صاحبتها. لو حد عمل كده معاك هتعمل ايه؟ لا ده ضاع خلاص. ده بيدوروا عليه لغاية دلوقتي. ما هو مين؟ عمل كده. معنا دلوقتي صورة لفيرمينو مع مراته بس يعني بوزيشن الصورة زي ما انت شايفة كده. ده ما اقدرش اقول له حاجه غير ربنا يجعل لك ساعه سهله يا حبيبي. طب بعيدا عن التصريحات بقى والكلام اللي ملوش اي لازمه ده تعالوا بقى نكلمكم عن فيلم عروستي. فيلم عروستي من بطوله احمد حاتم وجميل عوض وصابرين ومحمود البزاوي وزينب غريب وكمان بيشارك البطوله انا فاتن واصل وابني مروان يونس. لازم تروحوا تشوفوه هو موجود من النهارده في السينمات كلها وتقولوا لي رايكم على الخاص. وبما ان توتا معانا النهارده فقررت انا وهي نعمل انترفيو لواحد من ابطال الفيلم هو مروان يونس بس هيبقى انترفيو مختلف شويه. مروان اخر حد عملت له فولو؟ ناسا. معرفش ليه حاجه يعني عشوائيه جدا. واخر حد عملت له انفولو؟ يا نهار اسود على ده. انت شرير فعلا. انفلونسر معين كده بيستفزني قوي وبعدين شفت ان انا مش عايز اجلد ذاتي اكتر من كده. اول حرف من اسمه ايه؟ احمد. اكتر صفه بتحبها في نفسك؟ بحس ان انا ذكي الى حد ما يعني في شويه ذكاء كده. واكتر صفه ما بتحبهاش في نفسك؟ كرشي. الحمد لله مش طالع في الكادر. لو معاك ورده حلوه تديها لمين؟ يا نازو اديها لك انت يا ماما. حبيبي. ولو مسدس تقتل بمين؟ نفس الانفلونسر اللي انا لسه عامل له انفولو من السؤال اللي فات. يا ريت يا جماعه اي حد مخمن اسم الانفلونسر يكتبه في الكومنتس ويعمل له منشن. اكتر اكله لمراتك انت بتحبها؟ باستا زيتي. ايه ده؟ ما باستا زيتي. اكتر اكله مراتك عملتها وبجد كان طعمها وحش قوي؟ عملت مره كب كيكس من غير سكر فانا كنت باكل ورق حيطه يعني ما كانش ليه اي معنى خالص يعني. ايه اكتر فيديو ليك شهرك؟ اول واحد خالص بتاع بجد. اكتر فيديو ليك اول ما نزلته اتشتمت عليه قوي؟ في كتير في كتير بس بتاع نوت كورسز اكتر واحد عمل لي فتره مشاكل لان هو الراجل اللي انا اتريقت عليه ده عنده فولورز كتير جدا فجالي تهديدات قتل. انت بتكذب اكتر ولا بتقول الحقيقه؟ لا انا بقول الحقيقه انا ما بخافش من حاجه بصراحه. طب قول لنا كذبه كذبتها على مامتك ولحد دلوقتي هي ما تعرفش الحقيقه بتاعتها. انا فضلت ماشي 3 اسابيع بمطوه وانا عندي 16 سنه كانت مطوه قرن غزال اشتريتها ب 13 جنيه عليها 3 نجوم كده. ايه اكتر حاجه انت فخور بيها؟ ولادي. حلوه. ولادي من غير ما افكر كده انا لو عملوا اي انجاز حتى لو عبيط جدا ببقى شايف اللي هو احسن واحد بيمشي في العالم. اكتر حاجه وحشه انت بتتكسف منها ومش فخور بيها خالص؟ في قصه حب كده باءت بالفشل بسبب ان انا كنت خاين. لا لا كنت يعني ما عنديش دم كده. لو مراتك اتسألت عنك هتقول ايه؟ هتقول ان انا سبورتيف ولذيذ وجميل وقوي. ولو اكساتك اتسألوا عنك هيقولوا ايه؟
هيقولوا بتاع بنات. طيب مين اتصاحبت عليه قريب ومبسوط بمعرفته؟ كل اصحاب مراتي. طب قول لنا صاحب صاحبته قريب او خسرته قريب، اول حرف من اسمه. خسرته قريب يعني كان في خناقه كبيره قوي مع حد بحرف الخاء. ممثل؟ لا بس في المجال برضه. خالد. خالد العريان. ارحم 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 ربيع ماما. خالد يوسف دفع. مين الممثل اللي نفسك تشتغل معاه؟ خالد الصاوي بقى، لان انا احنا اصدقاء وكل حاجه، بس انا نفسي اتفرج عليه كده وهو بيشتغل. ومين الممثل اللي مستحيل تمثل معاه؟ محمد كريم. ممكن اديك عشان حاجه عشان هو. مين من المشاهير بيحب الفيديوز بتاعتك؟ اول حد يعني عبر عندك نيلي كريم، وانا ما كنتش مصدق نفسي بصراحه. مين بقى حد من المشاهير اتضايق من حاجه عملتها او من فيديو عملته او كلمه قلتها او تصريح قلته؟ ده انت. ياسمين صبري زعلت مني مره عشان افيه انا كنت قايله بشكل كرتوني جدا، ولكن هو اترجم ترجمه وحشه جدا يعني، وفي ناس كتير قوي اصطادت في المايه العكره فبوظت الموضوع اكتر، بس في الاخر الحمد لله اتصالحنا يعني. مين اكتر حد بتحب تشوف فيديوهاته على السوشيال ميديا؟ هشام عفيفي، بس هو بطل فيديوهات. ومين اكتر حد ما بتحبش الفيديوز بتاعته على السوشيال ميديا؟ اوعى تجاوب على السؤال ده. ومش قصدي على يعني مش قصدي اي حاجه لو انت بتتفرج عليه، بس شادي سرور انا ما كنتش بحب فيديوهاته خالص. ايه اكتر حاجه بتحبها في فيلم عروستي؟ دورك، يعني فاجئتيني بجد، فاجئتيني جدا يعني. دي حقيقه مش هقدر اشتغل فيها. طب اكتر حاجه ما بتحبهاش في فيلم عروستي او ما عجبتكش؟ قصه الحب دي ما عمرها ما تحصل لنا يعني بالشكل ده. احداثه خياليه يعني؟ لا مش خياليه، هو في ناس بتعمل كده فعلا، بس ما تحصليش انا يعني، انا ما بعيش طريق الحياه بالطريقه دي يعني. ولكن انا متاكد انها في شريحه كبيره جدا هتحس اللي هو ايوه صح. لا تفتكر الشريحه دي ممكن تبقى ايه مثلا؟ لا السن اصغر شويه يعني، انا دلوقتي عقيل تصلي كمان يعني خلاص يعني، بقى الحب راسي كده. قصدك يعني ممكن يعجب الناس اللي مش عاقله؟ ما تهدى شويه يعني. شيطان. شيطان. لا قصدي ان المرحلة العمرية اللي أصغر مني هيعجبوا بهذا الفيلم. فيلم الأطفال يعني؟ لا اللي هم في سن الحب والجواز يعني أنا خلصت وده خلاص الحمد لله. ده أنت شيطان بجد. بس بصراحة بعيدا عن الشيطانة وكل حاجة، الأوتفيتس بتاعته يعني صيف محجبات أزياء الخليج 2021. سيبك منه، ده أنت شيك قوي قوي أمور. أنت عاجبك الأوتفيت ده؟ فظيع. طب استنى أشوف ده. شتاء محجبات 2021 زهرة الخليج. قمر 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 يا حبيبي. ايه رايك في حاتم وجميله في الفيلم؟ كتمثيل؟ كتمثيل وكصداقه. هم ناس بروفيشنال جدا وانا اعجبت جدا بيهم. وكصداقه احمد حاتم شخصيه جميله جدا وبقينا اصحاب جدا، وجميله مفاجاه بالنسبه لي، كانت مفاجاه. بس احمد حاتم ما كانش فرحك تقريبا صح؟ ملعوبه. لا بس قفشت عليه وهو عارف واتكلمنا في هذا الموضوع واعتذر. وجميله ما جاتش فرحي برضه. مسامح ومالكش دعوه. مسامح. وهو بعيدا عن لي الشيشه اللي هو ماسكه ده والبتاع قرفش القرطاس اللي فوق راس امي ده يعني، اتفرجوا على فيلم عروستي ويا ريت تقولوا لنا رايكم بقى في الكومنتس. للاسف كده حلقتنا خلصت، بس ما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتس رايكم في الاخبار والفقرات الجديده اللي احنا عملناها، وتقدروا تشوفوا كل حلقاتنا اللي عملناها قبل كده من ساعه ما بدانا البرنامج في بلاي ليست باسم ذا ستوكرز على فيسبوك، وبلاي ليست بنفس الاسم على يوتيوب، وكمان في الهايلايتس على انستغرام. واخر حاجه ما تنسوش تعملوا فولو انا وجال على انستغرام وتيك توك، هتلاقوا الهاندل بتاعنا في الديسكربشن بتاع الفيديو على انستغرام، وما تقلقوش جال هتبقى موجوده الحلقه الجايه. ما تنسوش تعملوا لي فولو انا كمان توتا، اوعوا تنسوا وتروحوا تتفرجوا على الفيلم وتقولوا لي رايكم في تمثيلي. باي.